تعبئة الرصيد. بعد فتح الواجهة الرئيسية للمنصة، نقوم بالضغط على أيقونة الملف الشخصي. نقوم بالضغط على الخيار الأول تعبئة رصيد. نقوم بالضغط على Wallet Buy. نقوم بالضغط على تأكيد. بعد ذلك نقوم بإدخال المبلغ المطلوب. ومن ثم إدخال المبلغ، نضغط على زر سلم. إدخال رقم حسابي الخاص. الضغط على الدفع. بعد ذلك نقوم بنسخ الحساب المرسل إليه. نقوم بإدخال معلومات الإرسال بالطريقة التالية. نقوم بالتقاط شاشة من أجل إرسالها. ومن ثم نضغط على لقد دفعت. بذلك تمت العملية بنجاح. شكرا لكم على المشاهدة. إلى اللقاء.